All right. Looks like the doors and hatches are closed, and we're ready to connect. Welcome aboard, Captain. Toes connected, bypass pins inserted. Go and kill the parking brake when you're ready to go. Here comes the pushback. Light them up. Attention, chemical dose supplied. All dose supplied and cross-check. Cross-check, please. Thank you. Boarding is now complete. Flight attendants, prepare the cabins. Verify arm door. Standby for all call. All right, we've got everyone strapped in. Give us a ring. Just about done here. Go ahead and set your parking brake. And we're disconnecting the tow. Give me just a moment. And we're disconnected. Signal and pin on the right. Take it easy and have a safe flight. Thank you for the cooperation. Safety instruction. Your ears, please.
فأمضي عنا بعدا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في حضرات السادة الضيوف، أهلا ومرحبا بكم على متن طائرات مصر للطائرات. سوف نعرض على حضراتكم الآن بعض المعلومات التي تخص سلامتكم على هذه الطائرة. أثناء الإقلاع والهبوط يجب وضع حقائب اليد وأمتعتكم الشخصية بالأرفف العلوية المخصصة لذلك أو أسفل المقعد الذي أمامكم، مع التأكد من وضعها بطريقة سليمة حتى لا تسقط أثناء فتح الأرفف. جميع المخارج والممرات يجب أن تكون خالية من أي عوائق. أثناء الإقلاع والهبوط يجب إعادة موائد الطعام والشاشات إلى أماكنها، مع التأكد من إحكام غلقها. وضع ظهر المقعد في وضع رأسي معتدل. فتح ستائر النوافذ. يرجى غلق كل أنواع التليفونات المحمولة طوال الرحلة وحتى فتح أبواب الطائرة بمحطة الوصول. كما أنه ممنوع استخدام جميع أنواع الحاسبات الشخصية والكاميرات وألعاب الفيديو أثناء الإقلاع والهبوط، حيث إن هذه الأجهزة لها تأثير مباشر على أجهزة الطائرة الملاحية. يستثنى من ذلك الأجهزة المساعدة على السمع وجهاز تنظيم ضربات القلب. يجب اتباع إشارة ربط حزام المقعد عندما تضاء. لربط حزام المقعد، ادخل اللسان المعدني داخل الطرف الآخر، ثم يشد طرفه حتى يضيق. ولفك الحزام، يرفع الغطاء المعدني لأعلى. حرصاً على سلامتكم، نوصي بربط حزام المقعد طوال الرحلة طالما كنتم جالسين في أماكنكم. طبقاً لتعليمات سلطات الطيران المدني المصري، نوجه عناية حضراتكم أن التدخين ممنوع على متن الطائرة طوال الرحلة، كما أن جميع دورات المياه مجهزة بأجهزة لكشف الدخان. يوجد على هذه الطائرة 4 مخارج تستخدم في حالات الخروج الاضطراري، بابان في مقدمة الطائرة وبابان بالخلف. كما يوجد بها 4 مخارج فوق الأجنحة، 2 على كل جانب، وهي مزودة بمنزلقات للنجاة. كما أنها مميزة بعلامات خروج مضيئة، فبرجاء التعرف على أقرب هذه المخارج إليكم. إذا حدث تغيير مفاجئ في ضغط الهواء داخل الطائرة، فسوف تفتح من أعلى طاقة صغيرة يتدلى منها قناع الأكسجين. إذا حدث ذلك، اجذب أقرب قناع إليك بشدة وضعه فوق الأنف والفم. ثبت القناع فوق الأنف والفم بإحكام الرباط المطاطي على الرأس مع شد طرفي الرباط حتى يضيق، ثم تنفس بطريقة طبيعية من خلال القناع حتى نعلن أنه يمكن الاستغناء عنه. في حالة وجود أطفال أو أفراد يحتاجون إلى المساعدة، ضع القناع الخاص بك أولاً، ثم ساعد الآخرين على استعماله. إن طوق النجاة موجود بجيب أسفل المقعد أو أسفل الذراع الأوسط للمقعد. يجب عدم إخراج الطوق من مكانه إلا بتعليمات من طاقم الطائرة. أدخل رأسك داخل الطوق، لف الحزام حول الخصر، ثم قم بربطه بوضع المشبك في الحلقة. يشد طرفي الحزام حتى يضيق. يملأ الطوق فقط عند الخروج من الطائرة. عند الخروج من الطائرة يملأ الطوق بشد السدادات الحمراء. يستكمل ملء الطوق بالفم إذا لزم الأمر. سوف يضاء نور الطوق تلقائيا عند جذب خيط البطارية، ولن يتم ذلك إلا في الماء. لمزيد من معلومات الأمان، برجاء مراجعة بطاقة تعليمات الأمان الموجودة بجيب المقعد الذي أمامكم، حيث إن بها تعليمات الأمان الخاصة بالطائرة. شكرا لحسن استماعكم، كما نشكركم على اختياركم مصر للطيران.
مصر للطيران تتمنى لكم رحلة سعيدة. Flight attendants, please arm doors for the party. Welcome aboard Egypt Air. Disarm doors, please. To ensure your safety on board. For takeoff and landing, put your hand luggage in the overhead compartments or under the seat in front of you. Please ensure your hand luggage in the overhead compartments will not fall out when it is open. All exits must be clear of any obstructions. During takeoff and landing, please make sure your tray tables and screens are stowed and secured, and that your seat back is in the upright position. Window shades are in the open position. Kindly switch off all types of mobile phones during the whole flight and until the aircraft doors open at the final destination. The use of all types of personal computers, cameras, and video games is prohibited during takeoff and landing, as these devices have a direct effect on the navigational equipment of the aircraft. This does not include hearing aids and heart pacemakers. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be securely fastened. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle and then pull the loose end to tighten the belt. To release your seatbelt, lift the upper part of the buckle. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times while seated. In accordance with the Egyptian Civil Aviation Regulations, smoking is strictly forbidden on board this aircraft during the whole flight. Lavatories are fitted with smoke detectors. Flight attendants, please prepare for takeoff. 777-300ER is equipped with 10 emergency exits. They are clearly marked with illuminating exit signs. Please take a moment now to locate the nearest exit to you. If there is a sudden change in cabin pressure, a panel over your head will open automatically, releasing your oxygen masks. If this happens, pull the nearest mask firmly towards you and place it over your nose and mouth. Secure the mask over your nose and mouth with the elastic band around your head. It may be tightened by pulling on the tabs located on either side of the mask. Continue to breathe normally until we announce that it can be taken off. In case of children or individuals needing your assistance, first put on your mask, then help others to use theirs. Your life vest is located under your seat or under the central armrest. Please do not remove it without cabin crew instructions. Put the vest over your head. Wrap both straps around your waist and hook it in front of you. Pull the loose ends until straps are tight around your waist. Never inflate the vest inside the aircraft. After you leave the aircraft, inflate the vest by pulling down the red tabs. If normal inflation is insufficient, blow into the tubes. The light of the vest will be automatically lit when the cord is pulled, but it works only when in water. For more safety instructions, please take a moment to review the safety information card located in the seat pocket in front of you. Excuse me, sir. Okay. Thank you for your attention, and thank you for choosing Egypt Air. Egypt Air wishes you a pleasant flight. Thank you.
سيدتي وسادتي، لقد أزيلت الشرطة محكمة المقاعد ومن المستخدم إلقاء هذه الرحلة المربوطة كاحتياط لتقييم المجازي في مقاعدكم وشكرا. Ladies and gentlemen, the passenger box sign has been turned off. However, we recommend that you keep your seat belts loosely fastened at all times while seated. Thank you. Ladies and gentlemen, as we climb to our cruise altitude, for your safety, it's important to remain seated with your seat belt securely fastened anytime the seat belt sign is on. Even if the sign is off, please keep your seat belt fastened in case we experience unexpected rough air. Also remember to use caution when opening overhead bins, as items may have shifted during the flight. We've now reached an altitude where it is safe to use approved electronic devices. Please be reminded that federal regulations prohibit the use of cellular network services during the flight. After the meal service, duty-free sales will begin. The catalog in your seat pocket describes the merchandise available today. We accept all major credit cards.